يا بخت، يا ترى مخبلنا ايه؟ ولا هتفضل متداري في ورقة ملفوفة ما نعرفش مين صاحب نصيبها؟ هتفضل مخبي السر في القلوب ولا هتبوح بيه في يوم من الأيام؟ ولو بحت هتقول ايه؟ ولو قلت مين هيسمع؟ ولا انكتب على القلب اتكفن بسره ليوم اللقاء ويندفن في تراب الشقة؟ آه منك يا بخت، وآه من المستخبي. العبد في التفكير والرب في التدبير. مناش غيره. بكرة تروق وتحلى. طيب يا رب افرجها من عندك يا رب، وريح قلوبنا وطمنا. فرجه قريب أكيد، تفائلوا بالخير تجدوه.